عبر الهاتف ينضم إلينا المزيد من المتابعة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام. دكتور بشير، أرحب بك معنا في هذه الساعة. أهلا بكم أستاذ المشاهدين. نعم، كيف ترى إذن هذه التصريحات اليونانية فيما يتعلق بالعلاقات اليونانية التركية؟ هذه التصريحات محاولة من المسؤولين اليونانيين لتوضيح حقيقة موقفهم من الحوار والتفاوض مع تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط. اليونان أعلنت حالة الاستنفار القصوى والاستعداد للحرب بعدما أعلنت تركيا أنها ستنقب عن النفط والغاز قرب جزيرة يونانية، ما يعني تجاوز لسيادة اليونان. ولم تتراجع تركيا إلا بعد ضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتهديد بعقوبات، مع مغريات قدمتها ألمانيا بشأن إعادة هيكلة العلاقات مع تركيا بشكل أفضل. اليونان أرادت أن تقول نحن نقبل الحوار والتفاوض مع تركيا ليس من باب الضعف أو الخوف من عسكرة تركيا للأزمة واستعراض القوة الذي تمارسه في شرق المتوسط، وإنما حرصا من الاتحاد الأوروبي على عدم الصدام مع دولة مرشحة رسميا للانضمام إليه، فضلا عن عدم تسخين الأجواء بشرق المتوسط الملتهب أصلا بسبب الأزمة الليبية والوضع المتأزم في سوريا والخلاف حول قبرص وغيرها من القضايا والملفات. نعم، هل تأبه تركيا بهذه التصريحات دكتور بشير؟ هل تأبه بعودة علاقاتها مرة أخرى مع اليونان، إن كانت علاقات سياسية أو اقتصادية، مع تركيا من الجانب الآخر محاولات التنقيب غير المشروعة في المياه؟ بالنسبة لتركيا، اليونان بحد ذاتها لا تعني الكثير، لأن الخلافات بين تركيا واليونان معقدة ومتشابكة، يدخل فيها الاقتصادي مع السياسي مع الثقافي مع الديني مع الحضاري مع الجيوسياسي. لكن عين تركيا بالأساس على أمرين: الأمر الأول الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في التقارب الاستراتيجي مع اليونان مؤخرا وأدخلتها ضمن استراتيجياتها في الشرق المتوسط وأعلنت إجراء مناورات معها وأظهرت دعما لافتا لها، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والنيتو. اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي والنيتو، ولتركيا مصلحة مهمة في ألا تخسر الاثنين، ومن ثم هي تعلم أن الاتحاد الأوروبي والنيتو لن يتخليا عن اليونان إذا ما وصلت الأمور إلى مواجهة حتمية بين أنقرة وأثينا. لذلك وضعت تركيا لنفسها خطا أحمر، وهو أن لا تصل الأمور بينها وبين شركائها الأوروبيين والأطلسيين إلى مستوى يكلف تركيا الكثير. صحيح. طيب، كيف من الممكن أن نفهم التصريحات التركية؟ يعني المتحدث باسم الرئاسة التركية صرح في وقت أن بلاده قد توقف عملية استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، وذلك انتظارا لمحادثات مع اليونان قريبة. كيف إذن من الممكن مع هذه التصريحات أن يفهم الموقف التركي؟ وزيرة الخارجية الأسبانية أشارت إلى أن المدة التي سيتم فيها إيقاف عمليات المسح الزلزالي يعني ستمتد إلى شهر. الأتراك لم يحددوا مدة، ولكن أسبانيا قالت أنها ستكون شهرا. خلال هذه المدة ستجري مفاوضات. تأمل تركيا بأن يقبل الأوروبيون والأمريكيون بأن تصير تركيا طرفا في عملية الاستفادة من ثروات شرق المتوسط، لأن الاتفاقات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة لا تمنح تركيا فرصة لإيجاد النفط والغاز، لأن النفط والغاز في شرق المتوسط يتركز قبالة سواحل قبرص واليونان وليس قبالة سواحل تركيا. لذلك حدودها القانونية لا تمنحها شيء، فهي تريد أن تقترب أكثر من بؤرة الثروات بشكل تفاهمي وليس قانوني، لأنه من الناحية القانونية ليس لتركيا أن تصل إلى هذه المنطقة، ومن ثم تريد أن تكون شريكا أو أن ينالها نصيب من هذه الثروات من خلال التفاهم والتوافق برعاية أمريكية. نعم، البعض يتساءل أيضا، دعني أختم معك بهذا السؤال دكتور بشير، عن حلف شمال الأطلسي، يعني أين هو من هذا الجدال بين الدولتين، خاصة أنه كما تفضلت بالذكر سابقا أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا؟ الحلف الأطلسي لا يمكن أن يخسر أحد أعضائه، وإذا كانت اليونان وتركيا دخل بالتزامن 1952 و1951 إلى الناتو، وقبول عضوية الدولتين رغم أنهما ضعيفتان، إلا أنه أراد الحلف أن يحقن أي توترات ويحقن الدماء في أوروبا من خلال احتواء الدولتين معا. لذلك أتصور أن الحلف سيكون حريصا على تقريب وجهات النظر والحيلولة دون حدوث أي صدامات ما بين دولتين عضوين فيه،
لأنه لا يمكن أن يقبل الحلف بمثل هذه الصدمات، ومن ثم لا أتصور أنه سينحاز لطرف على حساب الآخر، لكنه سينزع فتيل التوتر ويحول دون حدوث المواجهة حتى لا يضطر إلى الانحياز إلى اليونان في مواجهة تركيا ويصبح يعني شكله صعب للغاية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام، شكرا لك.